بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله: الخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة. ثم قال: الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم. فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة لهم حكمهم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث. ومالك يرى افتتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. ثم قال: وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ولا يرون تكفيرهم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين. انتهى من كلام ابن قدامة في المغني في كتاب كتاب أهل البغ. وده دليل على أن جماهير العلماء على عدم تكفير الخوارج عموما، وفي طائفة قليلة ترى تكفيرهم. قال شيخ الإسلام الجامع: إن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أحدهم أنهم بغاة والثاني أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل. كما أن مذهبه في مانع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين. هذا كله مما يبين أن قتال الصديق بمانع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل قتال يوم الجمل وصفين، وده لا شك فيه. فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره. يعني يقول في روايات أو في وجوه في المذاهب، لكن المنصوص عن الأئمة أحمد وغيره هو هذا، أنهم ليسوا كالمرتدين عن أصل الإسلام، ليسوا كفارا. يقول: وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل والصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال فلاتتجيهم. ودي مسألة مهمة، حتى يعني ان البعض كثير جدا المتكلمين في هذا الباب يذكرون خلاف العلماء، اظن مساله اجماعيه، عشان كده لنضع هذه المسائل في مسائل الخلاف السائغ. تكفير الخوارج والرافضه والمعتزله من الخلاف السائغ من السنه، وجمهور العلماء على عدم التكفير بالعموم وعلى عدم تكفير المعين، وان كانت الاقوال كفريه لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحد. هذا في التعليق بس على كلام الشيخ، حتى لا يظن ان ما نقله اتفاق أو ما يفهم من كلامه اتفاق. قال الشيخ رحمه الله في الرد على من يجعل قول لا إله إلا الله مانعا من كفر الإنسان حتى لو فعل بعد ذلك ما فعل، يعني من الشرك والعياذ بالله. قال: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. ما ذكرنا من الشيخ أحيانا يذكر أدلة تكلمها عن قتال الخوارج وقتال المرتدين، وبيثبت القتال لمن قال لا إله إلا الله إذا ارتكب ما يستوجب ذلك. بعض قتال من قال لا إله إلا الله من قتال أهل القبلة، وبعض ذلك من قتال المرتدين كقتال اليهود والنصارى إذا قالوا لا إله إلا الله، وكقتال المرتدين كفا من بني حنيفة الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ومسيلمة رسول الله، هذا قتال مرتدين. أما قتال مانعي الزكاة فهذا الكلام بناء على هل يعني أنهم منعوها جحودا وردة، فهؤلاء يكونون كفارا فيقاتلون كقتال المرتدين. وأما إذا منعوها بخلا أو تأولا كما منعها مانع الزكاة على عهد أبي بكر، فهذا من قتال أهل القبلة عند جمهور العلماء، وإن كان وكما ذكرنا
ان هو ده قتال الخوارج ايضا هو من قتال اهل القبلة الا طائفة من اهل الحديث وقول عند الحنابلة وعند المالكية، لكن الراجح عندهم المنصوص عليه من الائمة انه من قتال اهل القبلة وانه نوع ثالث ليس كقتال الكفار ولا كقتال البغاة المتأولين الخارجين على الامام بتأويل سائغ كاهل الجمل وصفي. شرحنا ذلك قصة ان جاءكم فسيق من الامام فتبينوا. قال ابن كثير وقد ذكر كثير من المفسرين ان هذه الايه نزلت في الوليد بن عقبه بن ابي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وقد روي ذلك من طرق ومن احسنها ما رواه الامام احمد في مسنده. قال الشوكاني اخرجه ابن ابي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه. قال السيوطي بسند جيد عن الحارث بن ابي ضرار الخزاعي والد زويريه بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي يا رسول الله رسولا لإدان كذا وكذا أي في تاريخ كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإدام الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأتي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فدعا ثروات قومه سادة قومه فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلق نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة حتى بلغ بعض الطريق فرق خافعا فرجع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث أي أمر بالخروج بغزوه، فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقل البعث الجيش وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث، فلما غشيهم قرب منهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك، قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد ابن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بته ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رآني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تكون سخطة من الله ورسوله. فنزل في الآية الشاهد أن منع الزكاة موجب لليه؟ للقتال، ولكن كما ذكرنا على حالين، إن كان مع الردة كان مع الجحود كان قتال ردة، إن كان بخلا أو تأويلا يقبل من أصحابه عدم تكفيرهم بسببه لكونهم جهال أو دفاعة بالإسلام أو لقرب الزمن لزمان الشريعة فهذا لا يحكم بكفر، وإن كانوا يستحقون القتال والعقاب في الدنيا والآخرة. قال فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، يعني من الوجوب وجوب الكف عمن قال لا إله إلا الله حتى يتبين ما يناقض ذلك. مما يبين هذا الكلام كلام ابن رجب وهو من أهم الكلام. قال ابن رجب رحمه الله من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. هذا كلام معلوم من الدين بالضرورة، أي يجب الكف عنه بمجرد الإسلام، مش أن أنا حننتحر حاجة تانية، يكف عنه ثم يطالب بباقي الشريعة. فأما إذا فعل ما يناقض ذلك يعامل بما فعله، إن كان مرتدا فمرتد يقتل، وإن كان مبتدعا أظهر بدعة أو مانعا لفريضة أو نحو ذلك يعامل لما يستحقه، أو استوجب حدا يقام عليه الحد. الكلام هو يقول يريد الدخول في الشهادتين فقط ويعصم دمه ويجعله بذلك مسلما، يجعله مسلما. ده رد بين
على جماعات التكفير وجماعات التوقف وأمثالها ممن يقول إن لا إله إلا الله لا تغني عن أصحابها شيئا في زماننا، مخالف لمعلومة الدين بالضرورة، أبطل ما يقولونه هذا الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. ده الكلام من شيخ الإسلام تيمية. لا يجوز أن نحمل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب على ما يخالف المعلوم من الدين بالضرورة. الشيخ رحمه الله إنما يذكر من ثبت عنه الردة بالشرك بالله بعد ثبوت لا إله إلا الله، يجادل هو من يقولون أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه مطلقا حتى ولو أتى بالشرك بعد ذلك، فجعل يعدل عليهم الأدلة. يجي أهل الجهل والبدع والضلال يقول كلام الشيخ ده مقصود أن لا إله إلا الله لا تعصم صاحبها ولا كف عنه بذلك، لأنه لابد أن يعلم إتيانه بالتوحيد أولا، فهذا كلام باطل قطعا. لا، يكف عنه ويثبت له الإسلام، وإذا أتى بالشرك بعد ذلك صار مرتدا بعد قيام الحج. قال الحافظ ابن حجر: وفيه حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة الكلامية، كلامنا كلام المتكلمين فهو يخالفهم بذلك. قال الخطابي في الحديث أمرت أن أقاتل الناس أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر الكفر في نفس الأمر، ومحل الخلاف لو في الزنديق يعني إنما هو في من اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقبل منه أو لا، وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. ثم التوقف يقولوا إيه؟ نتوقف في موضع اللوث في شبهة في دلالة لا إله إلا الله عنده، سبحان الله، ما دخلنا وما دخل إن إحنا نتيقن ما في باطنه، ما في باطن الإنسان إن هو يعرف معاني لا إله إلا الله على التفصيل أم لا، بل الصحيح إنه يثبت له الإيمان باطنا إذا صدق إجمالا ولم يدرك تفاصيل حتى يعلم التفصيل، يزداد بذلك إيمانا إذا علم التفصيل. وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة، ما الخلاف في توبة الزنديق إذا ظهر على معتقد الفاسد، يعني إيه اطلع؟ يعني شاهدت البينة بأن الراجل ده بيقول كلام إيه؟ كفر وردة، مسكوه جابوه قال آه أنا تبت، أنا رجعت عن الكلام، وهو أصلا إنما كان يظهر ذلك أثناء نطقه للشهادة، فده فيه كم قول؟ 5 أقوال، إيه مين يقول معانا؟ القول الأول إيه؟ تقبل مطلقا، القول الثاني لا تقبل مطلقا، تقبل إذا جاء تائبا ولا تقبل إذا اطلع عليه بالبينة، ها. تقبل إذا تكرم لا تقبل إذا تكرم، ماشي كده؟ وإذا كان داعية وإذا لم يكن داعية. قال البغوي كما بيجيبه من كل الأئمة والعلماء لنقل الاتفاق على أنه يجب الحكم بالظاهر ما لا يتبين خلافه، وليس أننا نتوقف فيما لا نعلم أو نحكم بالكفر حتى يتبين العلم بالتفصيل. قال البغوي: وفي الحديث ومثل نقاتل الناس دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه ولم يكشف عن باطن أمره، ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف عزل عنهم في المدفن، لأن عادة المسلمين هم إيه؟ يختنوا، وعادة الكفرة من النصارى مثلا عدم الإيه؟ الختان، فإحنا لقينا واحد مختون وما نعرفش عنه حاجة إلا كده، زيها بقى لو لقينا واحد بطاقته فيها اسم محمد، معروف؟ فيش كفر يسموا إيه؟ محمد، يبقى ده مسلم، عزل عنهم في المدفن، ولو ولد لقيتهم في بلد المسلمين حكم بالإسلام، يعني لو لقينا لقيت في غزة النهاردة رغم سيطرة اليهود، يبقى الأصل فيه إيه؟ الإسلام، بلد المسلمين، الغالب الأعم عليها مسلمين، لو لقينا لقيت في بلد الكفار يبقى الأصل فيها كفار، وبعض العلماء يقولوا لو وجد مسلم يتحكم بالإسلام، ها؟ الظاهر من العبرة بالغالب. قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: وله شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة
يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. طبعا الكلام ده شرطه، عايزين نضيف الشرط انه يكون ايه؟ حاضرا. هو في الحقيقة القدرة انما تحصل بما يقدر عليه مع الحضور، واما القدرة على الغيب فهي قدرة شاملة تامة ليست الا قدرة الله عز وجل. يقول: ونحن انكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الاولياء او في غيبتهم في الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله. اذا ثبت هذا فالاستغاثة بالانبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب العباد حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه صلى الله عليه وسلم. هم ما طلبوش منه الدعاء، طلب الدعاء منه بعد موته بدعة ضلالة لا يوجد من السلف من يقولها. وأما دعاء الله عند قبره فأيضا هو من البدع وإن كانت أخف من التي قبلها. أما الكفر فهو دعاؤه صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله ارحمني واغفر لي واغثني، هذا هو الشرك بالله والعياذ بالله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذكر شبهات القبوريين، قال: ولهم شبهة اخرى، وهي قصة ابراهيم عليه السلام لما ألقى في النار اعترض له جبريل بالهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال ابراهيم عليه السلام: اما اليك فلا. فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركة لم يعرضها على ابراهيم. فطبعا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان المعنى لا حرج فيه. يقول: فالجواب ان هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، وحين كلمه جبريل عليه السلام وخطبه وحضر معه كان في حقه حاضرا، فإنه كما قال الله تعالى شديد القوى: فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. فمن هو مدار الكلام على أن الاستغاثة بالحاضر المخلوق فيما يقدر عليه أمر جائز، ومن الأحوال ما يكون الأولى فيه تركه. والاستغاثة الشركية الاستغاثة بالغائب، أو استغاثة بالغائب ماذا يمكن أن تعرف بأنها استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. طب ليه؟ لأن الإغاثة على الغيب لا يقدر عليها إلا الله. المخلوق يقدر على أن يغيث المخلوق إذا كان حاضرا وفي حدود قدرته، فلا يجوز أن يستغيث أحدا على الغيب ولو كان في قدرته لو كان حاضرا، إلا ما كان من استغاثة وطلب بأسباب ظاهرة، كان يرسل إليه رسالة، كان يخاطبه فلسفة في الهاتف يقول له أرسل لي أصل الجمعيات، لكن لو اعتقد له السمع المحيط فطلب منه على الغيب وهو في ورطة مثلا، وأخوه أو شيخه مثلا في بلد أخرى فيقول: يا سيدي فلان أعطيني 10 جنيهات، أعطيني 1000 جنيه، فلو طلب بهذه الصفة كان شركا ونظر، مع أن هذا مما يقدر عليه. فضابط الأمر الحضور والغيب، وهو في ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه إلا الله. التفرقة بين ما يقدر عليه المخلوق وما لا يقدر عليه الله، والإغاثة على الغيب وقضاء الحاجة على الغيب لا يقدر عليه إلا الله. ولا يجوز أن يقول للحاضر يطلب منه طلبا لا يقدر عليه إلا الله، كأن يقول للطبيب: أحي ولدي هذا الذي مات، أو أن يقول له:
اشفي ابني هذا المريض، وان كانت هذه قد تحتمل الشرك اللفظي والشرك الايه الاعتقادي اللي هي اشفي ابني دي، لكن هي شرك بلا شك. واذا كان اعتقد انه يقدر على شفائه كفر والعياذ بالله. اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاء، اللهم اشف وانت الشافي سبحانه وتعالى. فليس الطبيب شافيا. او ان يقول مثلا للحاضر مثلا ارزقني وارزق امرأتي ولدا والعياذ بالله، فهذا ايضا من الشرك والعياذ بالله، لان هذا لا يقدر عليه الا الله. قال: ولنختم الكلام ان شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف ان التوحيد لابد ان يكون بالقلب واللسان والعمل، فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. ان اختل التوحيد بالقلب لوجود اعتقاد كفري في الربوبية او في الالوهية او في الاسماء والصفات، ان اعتقد اعتقادا كفريا وذلك لان يعتقد ربا خالقا او مالكا او مشرعا مع الله او من دون الله، او يعتقد من يستحق ان يعبد ويسأل ويركع له ويسجد ويخاف ويرجى دون الله عز وجل، او يعتقد لاحد من الصفات من صفات الكمال مثل ما لله عز وجل كالقدرة التامة والعلم المحيط والسمع المحيط والبصر المحيط ونحو ذلك. واذا اختل التوحيد باللسان، او يمكن ان لابد ان نضيف ايضا ان التوحيد يكون بالقلب يعني بالعمل القلبي، فاذا اختل التوحيد عمل قلبي بوجود كبر او اباء او كراهية للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ان يكره النبي صلى الله عليه وسلم او يكره ربه عز وجل، يبغض ما انزله الله، فهذا كله من الكفر والشرك. ولكن هذا الامر لا يعامل الانسان بناء عليه الا اذا اظهره بلسانه، فان لم نؤمر ان نقلب عن قلوب الناس. ولا يكون الرجل مسلما عند الله، ولكن عندنا قد يكون مسلما ووجد في قلبه ذلك اذا كنا لا ندريه، اذا كنا لا ندري الاباء ولا الكبر ولا ندري الاعتقاد الكفري ولا ندري الشرك الباطن، حسابه على الله. اما باللسان فيمكن ان يختل التوحيد باللسان اذا ترك نطق الشهادتين، فضلا ان ينطق ما يضدهما من الكفر، ينطق ما يعارض الالوهيه او يعارض النبوه، ان يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم او يصدق من كذبه او يكذب بالملائكه او باليوم الاخر او باي شيء من لوازم شهاده التوحيد، يكذب بلسانه، فضلا ان يستهزئ او يسب، فإن هذا أقبح من التكذيب والعياذ بالله. والتوحيد بالعمل قد يختل بالعمل إذا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، إذا سجد لغير الله أو ركع لغير الله، وهذا في الحقيقة إنما يكون مع عمل باطل. نعني بذلك أنه إذا فعل ذلك الشرك مختارا، وكلمة مختارا دي في الحقيقة دي على وجود على عمل قصد للقلب، فإنه لابد من وجود الكفر في القلب. لا نعني بذلك كما كررنا مرات أننا نستفهمه عن وجود ذلك في قلبه أم لا، بل نجزم أن وقوع الشرك اختيارا من الإنسان دون مانع من موانع التكفير كالإكراه أو الخطأ أو النسيان أو النوم ومثله الإغماء ونحو ذلك ما يكون في غيبوبة، أو الصغر أو الجنون أو الجهل أو التأويل، فإنه إذا وقع كما ذكرنا بدون هذه الموانع فلا بد أن يلغى الكفر في الباطن، ولا يستفصل هل تقصد ذلك أم لا إذا كانت الدلائل على عدم ورود الخطأ أو عدم ورود الإكراه. فإنسان من تلقاء نفسه دون أن يعرض عليه إنسان تهديدا أو وعيدا طعن في الدين وأخبر عن نفسه بالكفر والعياذ بالله مثلا، أو طعن في التوحيد أو طعن في النبوة أو في اليوم الآخر ولم يدل دليل على وجود الإكراه أو الخطأ كما ذكرنا أو النسيان أو كرر الأمر ذكر فكرر، يحكم بكفره بلا نزاع ويكون كافرا عند الله عز وجل. قال الشيخ: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. ما معنى عدم العمل بالتوحيد؟ الشيخ لا يقصد بذلك الطاعات، وإنما يقصد التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، فلم يعمل به يعني عمل بالشرك، وليس أنه
ترك الطاعات، فإن التكفير بترك الطاعات مع أنها من لوازم التوحيد ليس مذهب أحد من أهل السنة إلا في مسائل الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. لكن مقصود الشيخ رحمه الله من لم يعمل بالتوحيد أي عمل بالشرك فهو كافر ومعاند. والمثال الذي لك يقول فرعون وإبليس، لأنهم عندهم معرفة بالقلب ومع ذلك عملوا خلاف ذلك لأن كذبوا وأشركوا وعبدوا غير الله. يقول وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. وافقهم على إيه؟ على عبادة غير الله، ودول هم اللي كان يكفرهم الشيخ يعني ويؤكد على كفرهم، إن هو بيقول إن دول أصلا فهموا الحق وعرفوا أن هذا هو الدين ولكن يقولون لا نستطيع إلا أن نوافق أهل بلدنا على عبادة القبور وموافقتهم على الطواف حولها ودعائها ونعمالها وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا بشيء من الأعذار. يعني في عذر عندهم، بس الأعذار دي مقبولة ولا مش مقبولة؟ مسألة إن هو من الذي يوافق الناس، أعمل إيه؟ عبد مأمور زي ما بيقول، مبقاش مكره ولا حاجة، بس يبقى خائف على منصبه، خائف على ماله، خائف على قرابته. يقول كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناس. إزاي بقى وهو لا يفهمه؟ أي بعد قيام الحجة عليه. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مضارة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد قلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزاح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة لأحد أعظم من تكلم بكلمة يمزح بها. طبعا احنا نبهنا من قبل أنه لا يصح إطلاق اسم الصحابي على من ارتد، على من مات كافرا، وإنما الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولو تخلف ذلك ليدد الله صح. فلا يطلق على المنافق صحابي، المنافق الذي علم نفاقه بالأدلة الظاهرة، ولا يطلق على من ارتد أنه صحابي. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. يعني عايز يفرق رحمه الله بين الإكراه ومجرد الخوف من نقص الناس أو نقص الجاه، فإن هذا لا يبيح النطق بكلمة الكفر، لابد من وجود الإكراه، ولا يعني عدم وجود أعذار أخرى كما ذكرنا كالنسيان وكالخطأ. فإذا قال اللهم أنت عبدي أنا ربك فلا شك أنه معذور، وهي كلمة كفر أخطأ بشدة الفرح. يقول: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة. الكلام هو يقول خوفا، الخوف مش ليس كل أنواع الخوف يجعل العبد إيه مكرها، لابد من غلبة الظن بحصول ما يهدد به، ولا بد أن يعدل أن تخلص له بالفراس، ولا بد أن يكون فوريا، ولا بد أن يكون ما أكره به معتبرا. فما كان من فوات الحاصل في النفس والمال والجاه فهو المعتبر. والمال ليس كل ما يكره عليه الإنسان على حسب ما يكره عليه، فيمكن أن يكون أخذ المال إكراها على شيء ولا يكون إكراها مثلا عن نطق كلمة الكفر، مع أن ظاهر كلام العلماء في الجملة أن أخذ المال وهدم المنزل ومع ذلك معتبر في الجملة، لكن الإكراه على الكفر لابد أن يكون بما هو أشد من ذلك. يقول: سواء فعله خوفا أو مداراة. مداراة يداريهم عشان مصالحه، وليس يقصد أنه يعني لابد أن يكون كما ذكرنا له عذر ليس فقط مجرد مداراة الكفار لأجل مصالحه، أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
والآية تدل على هذا من جهتين. الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وده يؤكد أن الكفر الظاهر ما نشأ إلا بوجود حب في الباطن للإيه؟ للدنيا على الآخرة، إلا وجود كفر في الباطن. تصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا، حب الدنيا، هذا يدل على وجود الكفر في الباطن فآثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن حجر رحمه الله في تعليقي على قول البخاري في كتاب الإيمان وهو قول وعمل، قال فأما القول فالمراد به النطق بالشهادة شهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح. ما هو أعم يعني يشمل الاثنين، يدخل الاعتقاد والعبادات. الأمور الاعتقادية هي أعمال القلوب والعبادات الظاهرة، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، أي الإيمان المقبول في الآخرة، فاللي أدخله يقصد المقبول عند الله. طيب بالنسبة للدنيا، قد يقول البعض لا ندخل في ذلك أعمال القلوب لأننا لا دخل لنا بها. يقول فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن العمل شرط في كماله. كلام ابن حجر واضح جدا وصريح، والبعض يطعن في ابن حجر، وهذا الطعن في غير محله، فإن مسائل الإيمان عند الشافعية حتى من كان من المتكلمين منهم مسائل يعني منضبطة، فإن الشافعي هو الذي نص على أن الإيمان قول وعمل، ولا ينسب أحد منهم إلى الإرجاء، لا النووي ولا ابن حجر. إذا كان عندهم خطأ في مسائل التأويل الصفات فليس يعني عندهم بدعة الإرجاء كما يزعمون في مسائل الإيمان. أراد السلف بذلك أن العمل شرط في كماله، وهو رحمه الله استعمل كلمة شرط هنا على استعمالها الداري وليس على استعمال الأصوليين، لأنه هو بيصرح أن العمل من الإيمان وبيشرح الكلام ده هو، وبيقول بيدخل السلف قالوا إن عمل الأركان داخل في مسمى الإيمان في تعريف الإيمان، وبعدين بيقول شرط، فمقصوده بالشرط الاستعمال الأوسع لكلمة الشرط، وهي يشمل الركن والشرط، مش الكلام الأصولي اللي هو أن الشرط ما هو خارج عن الماهية والركن ما هو داخل في الإيه؟ في الماهية. لا، بكثير جدا ما تستعمل ان هذا شرط في كذا، ومقصودهم انه ركن من ايه؟ من اركان، وليس ان ده يقول لي ده دليل ابن حجر بيقول ايه؟ بيقول ان العمل ليس من الايمان، ده هو بيشرح ان العمل من الايمان، فما تحكموش على الاصطلاح الحادث، لان كلمه شرط مستعمله كثيرا جدا عند الفقهاء وغيرهم بمعنى الشرط والايه؟ والركن معا، ولا يلزم التفريق عندهم في كثير من كلامهم. واما تصريحه بان العمل الظاهر شرط في كماله فهو يقصد بذلك إما أن الأعمال غير الصلاة والزكاة والصوم والحج فهذا متفق عليه أنها شرط في الكمال أو في الحقيقة جزء من الإيمان لا يزول الإيمان بزواله، أو جينا نضبطها بالضبط يعني جزء من الإيمان لا يزول الإيمان بزواله. وأما الصلاة والزكاة والصوم والحج فهي كذلك من جمهور السنة، فيكون مقصده ونقله عن السلف في ذلك إن هو جمهور السلف على أن العمل كله من كمال الإيمان جزء منه، ولكن لا يزول الإيمان بالكلية بزواله، يزول الإيمان الواجب نعم بزوال العمل الواجب، ولا يزول أصل الإيمان بزوال العمل الواجب الظاهر. لمقصود ابن حجر في نقل عن السلف إما ما سوى الأركان الأربعة فيكون كلامه إجماعا إن السلف كلهم يقولون ذلك، وإن هو بنقول إن الأعمال من الإيمان ولكن لا يزول الإيمان بزوالها، الأعمال الظاهرة لا يزول الإيمان بزوالها، أو يقصد جمهور السلف فيدخل في ذلك أيضا الأركان الإيه؟ الأربعة، فإنها عند عامتهم كسائر الأعمال لا يزول الإيمان بتركها تكاسلا. قال والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، والكرمية قالوا هو نطق فقط. الخلاف مع الكرمية قد يظن البعض أن الكرمية في الحقيقة طائفة من المرجئة، هم لم يلتزموا أن المنافقين في الجنة، وإنما قالوا المنافقون مؤمنون في النار مخلدون فيها، التزموا التناقض طبعا ونأخذوا القرآن لما قالوا أن الإيمان هو نطق فقط. طبعا ما نظروا إلى الأدلة اللي فيها معاملة الناس في الدنيا، قال اعتقها فإنها مؤمنة، ودي دليل على أن الإيمان يهوز بالنطق
ومرت وأن قاتل الناس، وكل دي أحكام الدنيا. هل رقبة المؤمن هنعرفها منين؟ هنعرف الإيمان الباطن منين؟ مش هنعرف. إنما يلزمنا الأمر الإيه؟ الظاهر. ولو واحد نطق الشهادتين وأعتق، عبد نطق الشهادتين وأعتق، أجزأ ذلك عن الرقبة الإيه؟ المؤمنة. بس ده جهل منهم، إذ نقلوا المسألة، عمموا المسألة في كل مواطن كلمة الإيمان، مع إن القرآن استعمل الإيمان، يعني ذكر الله عز وجل في القرآن الإيمان في مواضع على الأحكام الظاهرة، وذكر في مواضع أخرى على ما ينفع عنده. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا نطقوا بالإيمان وليسوا بمؤمنين عند الله. هذا كلام يرد على الكرامية. والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته. شوف الاستعمال كلمة شرط على سمع هذا الشيء، ده عند المعتزلة والخوارج بقى، ده هم بيقولوا هو يعني من الإيمان قطعا ليزول بزواله. فهم قالوا أن الأعمال شرطا في الصحة، والسلف جعلوها شرطا في الكمال. وده كلام متين جدا، يعني الواجب في الواجب والمستحب في المستحب، هذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله. يعني إيه بالواجب في الواجب؟ يعني الأعمال الواجبة شرط في كمال الإيمان الواجب، والأعمال المستحبة شرط في كمال الإيمان المستحب. قال أما بالنظر إلى ما عندنا، أي ما يحكم به في الدنيا للإنسان في الإسلام ويعصم دمه وماله، فالإيمان هو الإقرار فقط. فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود لصلاة. كلام متين جدا. قال فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق كالزنا سرق، فمن أطلق عليه الإيمان، هل الفاسق ده مؤمن؟ فبالنظر إلى إقراره يبقى مؤمن، يقصد في أحكام الدنيا، ولو هو أيضا مؤمن عند الله عز وجل طالما عنده أصل الإيمان. ومن نفى عنه الإيمان الزاني ليس بمؤمن، فبالنظر إلى كماله ليس عنده الكمال الواجب. ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل في أذى الكافر، زي شباب المسلم فسق وقتاله كفر، في بعض الذنوب سميت إيه؟ كفرا. قال هات أرجعوا بعدي الكفار يضرب بعضكم لقبل بعض. يقول ومن نفاه عنه، من نفى عنه الكفر فبالنظر إلى حقيقته، إن الكفر الحقيقي مش ثابت لهذا الفاسق، لهذا الذي قتل مؤمنا فنفى عن ألا ليس بكافر، وثانيا لا ده كافر، من أبقى من مواليه فقد كفر. نقول عليه كافر إزاي؟ كافر كفر دون كفر. يبقى من نفى عنه الكفر نفى حقيقته، يبقى ده يجمع بين الكلمات التي ظاهرها التعارض وحقيقتها عدم التعارض. يبقى الفاسق ممكن نسميه مؤمن، ممكن نسميه ليس بمؤمن. والصح ان احنا لازم نقيده لو اطلقنا مؤمن، لان الرسول نفى يعني الايمان عنه مطلقا، قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، بس ما سموهش كافر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الذنوب سماها كافرا فقد كفر، من تركها فقد كفر، ايما عبد الابق من مواليه فقد كفر، ايما رجل انتسب الى غير ابيه وهو اعلن غيره فقد كفر، وغير ذلك من الادله. فهذا كفر ولكن لا يقتل عن المله. فمن اثبت الكفر فعل فعل الكفار، او اتى كفرا دون كفر، او انه كفر النعمه التي انعم الله بها عليه بهذا الاسلام وهذا الدين وهذا العمل. ومن نفى عنه الكفر قال ليس بكافر، فقصد حقيقه الكفر لا كفر دون كفر، الكفر نفى الكفر الاكبر. قال واثبتت المعتزله الواسطه فقالوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر. لا مؤمن ما عندوش اصل الايمان عندهم، وده الفرق في الفاسق الملي بين اهل السنه وبين المعتزله. الاثنين بيسموا المرتكب الكبيرة ايه؟ فاسق. بس عند المعتزلة ما عندوش اصل الايمان، وعند اهل السنة عنده اصل. قال ابن القيم رحمه الله هنا اصل اخر، وهو ان حقيقة الايمان مركبة من قول وعمل. حقيقة الايمان يعني الايمان التام، الحقيقة للشيء يعني كماله ايه من كل وجه. والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته واخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه بقية الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، هذه شرط كمان. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، يبقى موضع المعركة بين أهل السنة هذه موضع منهم، والموضع الثاني ان المرجئه نفوا ان العمل من الايه؟ من الايمان. وليس موضع المعركه هو قضيه ان العمل الظاهر ركن في الايمان يزول الايمان بزواله،
لا بالعكس، ده له موضع المعركة ما بين أهل السنة وبين مين؟ الخوارج والمعتزلة، اللي بيجعلوا العمل كله ركن من الإيمان أو شرط في صحته يزول بزواله، ده الكلام بينهم وبين المعتزلة. فأما المرجئة فده موضع المعركة، إن المرجئة بيجوزوا الإيمان مع زوال عمل القلب، يقولوا الإيمان والتصديق. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان إذا زال عمل القلب، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وامتياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ده اللي بيرجح به تكفير ذلك ليه؟ الصلاة. ولكن الكلام على الدليل، ما هو المسألة غير مستنكرة بمعنى لا إنكار فيها، نحن نقول هو بيرجح التكفير، ابن القيم رحمه الله يرجح التكفير، لا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. والصحيح أن هذا لا يلزم، أن ترك العمل الظاهر حتى ترك الصلاة لا يلزم منه زوال انقياد القلب وزوال محبته، ولكن ضعفت جدا، ضعفت المحبة وضعف الانقياد وضعف التصديق الجازم، فلذلك لم يظهر أثره على الجوارح، كما قدمنا كلام على ذلك تفصيلا في شرح معرفة القبول في الكلام على كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم ذلك. يقول فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، ده كلام لا شك فيه، إن يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، لكن ما يلزمش من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. هو ابن القيم رحمه الله يستدل بأنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح على العكس، وإحنا نقول لا مفيش تلازم بين الاثنين، فاهمين ولا مش فاهمين؟ وللعلم يعني الإخوة تراجع الشرائط المسجلة في الجامعة ابن القيم، إن معظم الاستدلال من هذا الجانب، إن هو يذكر دي صفات الكفار فيلزم إن اللي يعملها يبقى من الكفار، لا ما يلزمش. هنا بالظبط كده، من زال عمل قلبه الباطن فلا بد ان يزول عمله الظاهر قطعا، لانه لا ينقاد لله عز وجل، فلذلك ظهر ذلك في الجوارح. لكن هل يلزم العكس؟ مش لازم، انه ممكن يكون زي ما قلنا ضعف جدا فلم يقوى ايمانه الباطن ده على ان يظهر الاثر على الجوارح، والا فالكلام ده نفسه يتقال على اي معصيه، لا يزال ينادي وهو مؤمن. ده لماذا لو كان ايمانه تاما لمنعه من ايه؟ الزنا. طيب لو ان انسانا زال من قلبه الايمان الانقياد الباطن والمحبه الباطنه فعل الزنا والسرقه ونحو ذلك، هل يلزم بقى من كده ان وجود السرقه والزنا يدل على زوال الايمان بالكليه؟ ما يلزمش، ماشي كده؟ يقول يلزم من عدم طاعه القلب عدم طاعه الجوارح، الا لو اطاع القلب وانقاد اطاعه الجوارح وانقاد، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعه وهو حقيقه الايمان، ده كلام صحيح بس العكس مش لازم. نقصد عدم طاعه الجوارح لا يلزم منها زوال التصديق الباطن، ماشي كده؟ ولا يلزم منها زوال الانقياد الباطن، لكن يلزم زوال الانقياد التام الواجب، ويلزم منها زوال التصديق التام الواجب. لو صدق تصديقا تاما وانقاد انقيادا تاما لاطاع في الجوارح طاعه تامه، ده لا شك فيه. وجود المعصيه الظاهره دليل على واحده من اثنين، يا زوال عمل القلب وتصديقه، يا نقص عمل القلب وايه وتصديقه. وطالما يحتمل الامرين لم يمكن الجزم به بانهم كفر، بل نحملهما على الاخف حتى يتبين الناقد للايمان، لان احنا عندي الاصل ان هذا الرجل ثبت له الايمان فلا نزيله عنه الا بيقين. يقول فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد. صحيح، حق لا شك في ذلك. وهكذا الهدى ليس مجرد معرفة الحق وتبينه، بل معرفة المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. بس الالتزام الباطن ده قد يقوى وقد يضعف، ما هو ده أصل الزنا والنقصان، وقد يضعف جدا 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 حتى لا يبقى منه إلا إيه؟ ذرة، إلا مثقال ذرة من خير، مثقال حبة خردل. أدنى 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 مثقال ذرة، أدنى 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 دي يمكن، بل النصوص تدل على أنه لا يظهر أثره على الجوارح، ولذلك لا يعرف المؤمنون هؤلاء الناس، إنما يعرفونهم بما في قلوبهم من إيمان ظاهر أثر الجوارح، يعرفونهم بأثر السجود ونحو ذلك. قال وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء،
كما أن اعتقاد التصديق ويسمى تصديقا هو اعتقاد الصدق يعني. فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. كما ذكرنا مسألة كلام ابن القيم رحمه الله في الترجيح تفسير ثلاث صفات كسنن هي مسألة من الخلاف السائر عند أهل العلم الذي لا يستنكر لا ينكر فيه على هذا ولا على ذلك، وإنما محل المسألة المناظرة العلمية والإتيان بالحجج كما ذكرنا. أيضا في قوله عن فرعون وإبليس كما ذكرنا أنهم كفار معرضون وإن عرفوا التوحيد لأنهم كتموا الحق مع العلم، فمن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يتبعون الحق وهم يعلمون. وإن انتفع عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان لاعتراف لمن يقر لهم يعني، فكفر العناد والاستكبار كفر إبليس وكفر غالب اليهود، والاثنين دول الفرق بينهم يسير كما ذكرنا ذلك نهج القبول، وهو إن واحد بيقر أحيانا للي هو قريبين منه أو للي عارف إنهم عارفين حقيقته ويقول لهم أنا عارف إن أنا على الباطل والعياذ بالله، أنا أعلم أنه رسول الله والعياذ بالله، ولكنه يعادي. ومنهم من لا يظهر ذلك بل يكتمه طيلة عمره ولا يظهره، فكأمثال كفر غالب اليهود وهو كفر العناد والاستكبار، شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال أخير بن أخطب وكعب بن أشرف، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. مع ثبوت عمل القلب منهون؟ لا، ازاي بقى؟ هو ده المهم، ده كلام صاحب المعارف ووضحناه قريتها. محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب الواجب. إذا وجد عمل القلب الواجب فلا بد أن توجد أعمال الجوارح ليه؟ الواجب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ورود عمل القلب الكامل الواجب لا بد أن يظهر منه العمل الإيه؟ الظاهر الواجب. قلنا عدم وجود العمل الظاهر يترتب عليه واحدة من اثنين، أو يترتب على واحدة من اثنين، يا نقص يا انعدام. ماشي كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت. صلحت دي معناها إيه؟ ورد أصل الإيمان بس؟ ولا صلاح القلب هو إيه؟ ورود الكمال الواجب. أدنى درجات الصلاح إن ورود الكمال واجب، وأصلح منه ورود الكمال الإيه؟ مستحب. لكن القلب اللي فيه أصل الإيمان فقط صالح من جهة وفاسد من جهة؟ صالح من جهة وجود أصل الإيمان فيه يمنع الخلود في النار، لكن ما يمنعش دخول النار. ولذلك ظهر نقص ده في عمل الجوارح الإيه؟ في الخارج. إن انتفع عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله ولوازم ذلك وتوابعه مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر ونفاق، سواء وجد التصديق المطلق أي قول القلب أو انتفى. يعني المنافقين أصلا نوعين، القاسم المشترك ما بين المنافقين النفاق الأكبر، المنافقين نفاق أكبر نوعين، القاسم المشترك بينهم زوال عمل القلب. ممكن يكون النوعين بقى إيه؟ يا إما زال قول القلب وبالتالي زال عمله، واحد اللي هو ربنا قال فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يبقى هم ما يشهدوش. يا إما نوعية تانية تقول الحق وتعتقده ولكن تبغضه، كارهين الرسول صلى الله عليه وسلم، رأوا من آيات صدقه ما اضطرهم إلى تصديقه باطنا، مش قادرين يقولوا كذاب كما قال الله عز وجل عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يجحدون. ففي نوعية من المنافقين نفس النوعية مش قادرة تكذبه ولكن تبغضه البغض التام. فوجود قول القلب مع زوال عمل القلب نفاق اكبر ايضا، آية الايمان حب الانصار والنفاق بغض الانصار، يكره الانصار عشان هم ايه؟ نصروا الرسول، يبقى مش عايزين الدين ده والعياذ بالله. الاثنين دول منافقين نفاق اكبر وهم في الدرك الاسفل للنار. وان كان اللي بيعتقد كان بيقول اشد، بس التاني ممكن يكون كفره من جهة كمية البغضاء اللي في قلبه اشد حسب بقى درجاتهم. وسواء انتفى التصديق ده اللي انتفى قول القلب عنده اللي هم المكذبين في الباطن لا يعتقدون صدق الرسول بنوعين، يكف شك يكف تكذيب. انتفى التصديق انتفى قول القلب بشك او ايه او تكذيب. يبقى النفاق الاكبر نوعين، نوع زوال قول القلب واعتقاده وعمله، او زوال عمل القلب فقط يعني عمله زال بالكلية لا يحب الله ولا رسوله. واللي زال قول القلب دول نوعين، يا شك يا ايه يا تكذيب. انتهت ذكر الشبهات.
وننقل بعدها جملة من مقولات الشيخ مروان وغيره في مسألة العضو الجزئي والفرق بين قيام الحجة وقيام الفرض.